مجلس الوزراء لازال مهتم بتعويض أهالي سيناء عن فترات الإهمال السابقة. في التقرير اللي جاي هنشوف حملة واسعة جدا من وزارة الصحة زارت أهالي شمال سيناء علشان تعالجهم من فيروس تي. زي ما انتم عارفين حضراتكم ان وزارة الصحة بذلت مجهود كبير قوي في الفترة اللي فاتت علشان تصبح مصر خالية من فيروس تي، وفعلا حصلنا على نتائج هائلة. ناس كتيرة قوي خفت من فيروس تي، ولسه ما زلنا بنشوف بقية المحافظات اللي محتاجة. هنشوف دلوقتي معاكم شمال سيناء. الحملة تعتبر استكمال لحملة المسح الشامل فيروس سي في الجمهورية، وهي هنا يعني بدأت من يوم 16 لغاية نهاية الشهر إن شاء الله. وصلنا ل 460 حالة في اليوم الثالث على التوالي. تم فحص 180 حالة حاليا في المعمل فوق. عدد الحالات الإيجابية لفيروس سي طلع 29 حالة، وجاري استكمال العمل على قدم وساق. الحمد لله احنا النهاردة قدرنا نعلن ان العريش في وحدة علاج الفيروسات الكبدية عندنا احدث الوسائل والاجهزة والتقنيات للكشف عن فيروس سي، وايضا علاجه متوفر عندنا بمركز علاج الفيروسات الكبدية بالعريش. بعتنا لجميع مديريات المحافظة خطابات لانها توجه الموظفين بتوعها ان هم يجوا يحللوا. بعتنا للاوقاف ان هم يبداوا يذيعوا في المساجد، يبلغوا ائمة المساجد ان هم يذيعوا. احنا بدورنا عملنا ندوات تثقيفية على يعني على اعلى مستوى بصراحة، على كل المديريات، على جميع المدارس، على الجامعات، على طلبة الجامعة هنا في العريش والكليات المختلفة. هنا هنيجي نعمل التحليل طبعا مجاني، لو لا قدر الله الحاله طلعت ايجابيه بنتواصل معاها بتيجي تاخد علاجها مجاني. بنلحق الموضوع في اوله، ممكن ياخد العلاج شهر شهرين ثلاثه اربعه على حسب الحاله، وبعد كده خلاص كان ما فيش حاجه. حمله محترمه، وبتاخد العينه وتطلع لك النتيجه بعد يومين، يا اما تبعتها لك على التليفون. حاجه يعني ما كناش نتوقعها. العنايه بسم الله ما شاء الله 100%، والوقت يعني محدود، يعني ما فيش وقت ولا في حاجه، في زحمه ولا في اي حاجه. والله هو حاجه ممتازه جدا وحاجه كويسه، ويعني ومشكورين على المجهود اللي بيبذل يعني بصراحه. يعني جيت قدمت البطاقه وخدت رقم ودخلت سحبوا مني العينه، وحاجه ممتازه 100%. ما شاء الله التمريض جوه ممتاز برضو، العينه من اول مره خدتها يعني الحمد لله.